حلو، تعالوا مع بعض نعمل يخنة البسلة بالجزر، هرميها على النار عشان لسه عندي شغل كتير. معانا طاسة على النار، نشيل الغطا ده خليه هنا كده، ومعانا بصل ومعانا طماطم وبسلة وجزر، هحط لك جزر جنبيها. يلا وتعالوا شوف هنعملها مع بعض ازاي من غير لا لحمة ولا فراخ، انا حابب اعملها بالطعم ده كده. زي الفل يا عم الشيف. نعملها بمعلقة سمنة حلوة يعني نزيد من القيمة الغذائية بتاعتها. خلي بالك انت لما تعملي الاكل يخنات او الطبخة بسمنة بلدي انت عاملاها بلحمة، ما السمنة البلدي دي منتج جيد جدا للبروتين الحيواني. السمن البقري او السمن الجاموسي البلدي الحلو ده بروتين، يعني مش لازم تحط هوبر في الحلة عشان تقولي عاملة بالله خالص، ده بالعكس هي السمنة البلدي. عشان بس يقول لي ده بين المخرج اخويا شفيق يقول لي فين الهوبر؟ هوبر لا سمنة بلدي، ما هو ده بروتين يا غالي، اهو بروتين اهو. حمر البصلاية الحلوة دي كده تاخد لون، تاخد لون، لون ليه؟ عشان تدي طعم للمرقة بتاعت الايه؟ اليخنة. نسيبها كده، ننزل بشوية البهارات بتاعتنا الحلوة. بهاراتك ايه يا عم الشيف؟ فلفل اسود ده اساسي بحبه مع البسلة، حلو الكلام. وشوية الملح التمام، سنة فلفلة حلوة، سنة فلفلة حلوة، وسنة كمون صغيرة لأن البسلة بتعمل لنا غازات والكمون طارد للغازات مع البقوليات بالذات. شوية كركم حلوين، كركم بينقي الجهاز الهضمي وخاصة الكبد. نقلب دول كلهم مع بعضهم، مش هنزل بالثوم دلوقتي خالص. البصلة خدت لون، اتغير لونها، رحمت عينيا من الدموع، دموع الفرح غير دموع البصل، كل دول في قلب الايه؟ السمنة مع البصلاية. خلصت. شفت الجو ده كده؟ التحميرة دي مهمة جدا. خدت لون ازاي؟ اوسع مكان كده، شوف انا هعمل ايه، واخد التوم بتاعنا الحلو ده كده اهو. ركزي. انا بصنع حاجة بطريقة لطيفة، خبرة طهوية. مكعب زبدة محترم، التومة مع الزبدة بتاعتي خدت لون وطعم اهي. شفت التركية دي مهمة جدا، تفرق تفرق، الخبرة الطهوية هنا بتتكلم اهي. بص زبدة مع توم اهو، لسه ما خلصتش اهو، زي ما احنا شغالين كده اهو. ننزل بالطماطمية بتاعتي، طماطمية حلوة اهي، يخنة البسلة اهي زي ما هي كده اهو. اللهم صل على النبي. خلص الكلام. تمام. البسلة عندي، البسلة دايما اللي بتيجي متفرزنة بتاخدش وقت كتير في السوى، خلي بالك ما بتاخدش وقت كتير في السوى غير البسلة اللي انت بتخزنيها مثلا او اللي انت بتقمعيها اهو. بسلة، لا الله عليك يا استاذ رحاب، هو ده بقى انت في مدرسة المغازي. الجزر مبشور مش متقطع مكعبات، انا معاكي لو البصل متقطع مكعبات حطيه الاول لانه بياخد وقت كتير في السوى، ولكن انا عامل طاجن النهارده بمدرسة المغازي. ايه هي؟ انا بشرت الجزر، بيدي قوام، بيدي شخصيه، بيبقى شكله لطيف وحلو. هنقلب كل ده مع بعضه اهو. نجيب اللي تحت فوق كده اهو بالشكل ده كده اهو، تقلبه كده اهو، نحط شويه ميه مغليين من دول ونسيبها على النار تعيش. سيبها بقى تتسبك. الله، ايه الحلاوه دي؟ لا بقى تعالى اشتغلي مكاني. معلقه سكر على صوص الطماطم عشان الحموضه، مين اللي قال كده؟ مين اللي قال معلومه غير معلومه؟ الشيف المغازي اهو. حلو، معلقه سكر على الطماطم علشان نتلاشى حموضه الطماطم، ومع الوقت الكبير هيجي لنا مشاكل في ارتجاع المريء، يبقى جوزك مسكين راجع وتعشى متاخر. الراجل ما يتهناش بالنومه، ليه متعشى متاخر؟ بيرجي له ارتجاع مريء. انا بيجيني ارتجاع مريء طبيعي، اي حد بياكل وبيرجع متاخر بالليل وبيتقل في الاكل بيجي له ارتجاع مريء. ليه؟ بيبقى بقى مع الوقت بقى اكل فول بره وكشري ومحدش بيسلم من الاكلات اللي موجوده ديت. هنغطي الحله بتاعتنا، بس خلونا نحط معلقه سكر. حلو الكلام، ونغطي الحله دي ونسيبها، لازم دي تتسبك، تقعد لها على النار شويه كده زي الفل مع التغطيه. كده انا حطيت كل حاجه على النار، رز بالشعريه اللهم صل على النبي تمام، مستوي جاهز. ومعانا نبص على كده على الحاجات اللي في الحلقه، وحته اللحمه بتستوي نبص عليها النظره الاخيره قبل ما نحط التوابل. حاضر عينيا اهو اهو، ما عدا دي انا جايبه لك ازازه عشان تشوف اللي جواها اهو. حاضر، يخنه البسله بالجزر ننزل بيها دلوقتي كمان. الف هنا وشفاء، طاجن البسله بالجزر يتحط جنبي كده، اللهم صل على النبي، جاهزه اهي. المغرفه فين؟ زي الفل. يلا ياخد البسله، ما خدتش وقت، عارفه ليه بقى؟
لان الجزر عندي هنا انا بشره والطماطم متسبكه والبسله بتاعت المجمده ما بتاخدش وقت كبير في السوى. شفتي؟ والطعم فيها فله. دي عدلها رز بالشعريه، هغرفه حالا دلوقتي. اللهم صل على النبي. احلى طاجن بسله بالجزر في الدنيا، سكريات الجزر مع البسله يتنافسوا على الطعم الحلو.